يلا يا بنات. خير ان شاء الله. خير خير ان شاء الله. ست امل، ليش ناديتينا في هذا الوقت ومقطوع الكهرباء؟ وليش ناديتينا بدون آلاء؟ الحين اقول لكم، هذا اليوم يذكركم شنو؟ بشنو؟ ليش اصلا شو اليوم نحن؟ اليوم شو اليوم؟ لا اليوم الاثنين عطلة الحلاقين. إيه؟ يلي انا صلي مليون سنة ما عطلتها، عم ينقص في ظهري من التعب. حلفي بس، عطلة الحلاقين ها؟ انزين، وانتي يا فهيمة يا المذيعة المخضرمة في زمانك، شي ذكرك فيه هذا اليوم؟ يوم يوم الاثنين برنامجي اللي ما اعرف شو اقول عنه، ساعة على الهوى اقعد احاور ناس عفاني الله جامدين ويتفلسفون، لا المستمع يفيد منهم شيء ولا انا استفيد منهم شيء، وكلامهم ما ينفذونه بس. لا والله، حلفوا بس. والله مالت عليكم زين، ومالت عليك انتي، ومالت عليك انتي، ومالت علي انا اللي انا مناديتكم هني. حبيبتي انت وياها ما تستحون على وياكم، لان اليوم مناسبه مهمه لانسانه عزيزه علينا احنا الثلاثه. يعني معقوله بتنطفي الكهرباء في ليله عيد ميلادي؟ يسوون اكيد خاشني مفاجأة. لا ما ابي استعجل، خلي انتظر، اكيد خاشني لي شيء. يعني مو معقوله ينسون يوم عيد ميلادي. بس خلاص انت وياها، بعد شوي ترجع الكهرباء. زين بنات، لازم نسوي لها حفلة ولا أروع. اي صح، معك حق والله يا أخوخة، لأنه هي حبيبتنا اللؤة، لازم نسوي لها حفلة بتشل. خلاص عيل، أنا بسوي أوردر الكيك. لا ريحي جمالك، أنا اللي بوصي على الجاتو، أنت وأمولي التهوا بالأشياء الأخرى، الزينة والأكل وإلى آخره. لا حبيبتي ما حزرتي، أنتوا الثنتين ريحوا لي جمالكم شوي وحطوه على جنب، لأن هذه المفروض إحنا نحتفل بعيد ميلادها، بس بالأول لازم إحنا نحرق أعصابها. كيف يعني؟ نحرق اعصابها؟ ليش حبيبتي؟ نسيتي حضرتك هديه عيد ميلادك؟ نسيتي البوكس الملون اللي جاك واول ما بطلتيه طلع الزهيوي بالصرصول اللي شكبره واللي عاد خشمك؟ اي صح، لين الحين يعورني. وانت بعد حبيبتي نسيتي هديتك ولا ذكرك فيها؟ تضرب هي وهيك هديه، اصلا ما عاد يمكن يجيني اولاد من ورا ما ارتعبت. قال بفتح العلبه بيقوم بيطلع لي جمجمه. اذا انت جمجمه حبيبتي، انا شفت الهيكل العظمي بكبره يوم عيد ميلادي. لا يا عمري نسوي لها عيد ميلاد ونونسها، بس اول شيء نحرق اعصابها. يعني بنجيب لها هدايا مثل اللي جابت لنا اياهم؟ لك لا لا، نونسها ونجيب لها هديه حلوه، بس بالبدايه نحرق اعصابها. زخة ترجع الكهرباء بالاول عشان نحرق اعصابها. والله كهرباء لولو حبيبتي، معقولة صرنا ساعة ندور عليكي وانتي هون؟ صج؟ ليش في شيء؟ لا حبيبتي، بس نحن متوقعين انه انتي ناطرتينا. قولي لي، ايش خاشين لي او شو مسوين مثلا؟ شو يعني هاي بالعربي خاشين لي؟ شو بدي؟ يعني شو مخبيات لي؟ ليش بدي خبيات لك؟ شو المناسبة؟ يعني مو ناسيين شيء اليوم؟ تاريخ مهم؟ لا حبيبتي طبعا لا نسيانين شيء ولا تاريخ مهم. اسمعي لقلك، فضيلي الغرفة الله يخليكي بأسرع وقت ممكن، لأنه عندي اجتماع كتير خاص بيني وبين أمل وخولة. يعني قصدي أنه تلاقي لك شيء غرفة تانية تعدي فيها، بدي أعملهم تيست ميك اب. يعني متأكدة أن أنتو يعني مو ناسين شيء أو تاريخ؟ لا 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 حبيبتي، لا نسيانين شيء ولا تاريخ ولا ماريخ. يلا يلا على السريع، الله يوفقك للطولي. مشاي
ويا خرعتيني. زين ما مسكتني زوينه. زوينه؟ ايه كنت داش غرفه ابوي ابوك مفتاح السياره علشان نروح نشتري ايس كريم. ومن قالش ان انا بطاوعك وباخذ معك سياره ابوك؟ ما خلتني زوينه، طلعت لي فجاه وما قدرت اجيب المفتاح. اشوه انت ليش قاعد بروحك وزعلانه ومضايقه وسرحانه؟ كيفي انا متضايقه وابي اقعد بروحي. افا انه بعدني تتضايقين والشيخه موجوده؟ عيب والله. عبدال 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 قوم هناك 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 لين 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 في الحوش مسوين هوي هوي مسوين ليلام هناك عندهم وقعه. سير شوف. يا حرمه يا حرمه اي جن هذا؟ الله يهديك. سكتي نامي سكتي. انا روحي جسم مهدود ما في حيل، رحميني شويه. انت مسوي اذن من طين واذن من عقيل. اقول لك يني عيني هني البيت تقول لي ابا نام تعبان. قوم الله يخليكم. قوم شوفوا قوم ضاربوا قوم طردوا. اه سوي لهم شاهي ولا عشي وبيمشون عشيهم. سوي شاي وعشي. قص لا تقول لي سوي لهم رمسه وحشان تشوفي طلباتهم وايش مرادهم. الله يديك بس دمك دمك بارد. انت دمك هذه اللي عندك دم. اللهم طولك يا روح. هيجينا الله يهديك. هيجينا الحين يا بنت. هذا قد ما علي لك. ايش ايش شفتيهم؟ قلت لك هناك تحت هناك في الحوش في الحوش هناك. شوف انت ان شاء الله يخليك. حمد الله تودني. لحظه بجيب وياك. لحظه حمد الله حمد الله. لحظه شويه صبر شوي صبر يا ابو امتين. مرة تعبتين. لا اله الا الله. رحمة رسول الله. صبر شوي. بيكون يوم عندك قرنقة شو ولا شيء؟ ما عندلهم كيف بعد رمضان. سوي الليلة؟ اه كيف بعده؟ اخ شفتوا؟ شفتوا كيف شكله؟ هذا اخوش سعيد. هذا ماين هو سعيد في الحوش جالس هناك. ما ظني اخوي سعيد راقد في بيته. ايش مجاي منا نصلي لكم؟ ايش نتعاقب؟ انتم كلها حالة ميانين كلكم ميانين. شوف هيك وحوش سعيد. شوف خليني شوف سيركده خوص. خلينا شوف. تعال انت وراي وشدني مرة اذا شفني صرخت ولا شيء. الحوش هنا حقنا. سعيد سعيد لا تخاف لا تخاف. هذه انا زوينة زوينة. اقول خلي بالك ترى في عفاريت. لا لا في جن 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 وعف عفاريت. شي بالجن والعفاريت هنا؟ هي حاوطينا في البيت هني. كانوا عندنا ونزلوا تحت. وين؟ الله يسكنهم فين يساكنهم. أشتات أشتوت توت توت عندرون. بنتي الحين شردتي اكو شرد سعيد؟ أحسننا يشرد يهرب ولا يتلبسوا الجن. الجن اليوم تلبسوا الواحد ما يطلعوا منه بهلاك. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت الحين مصدق انه فيين؟ على عندك فيين قلت لك شفتهم انا بعيني وعلامتي وحقينك. شوف ها كيف حقين على ثيابك كلها في الارض. ايوه اسمعني انا الحين بنام وانت جالس واقف كما العسكر. شوفهم اذا بي ولا لا. انا تعبانه خيفانه. الحمد لله يا اخوي سلم. اخوي سلم ها؟ علاش وعدتني انا ما دام اخوي سلم؟ وبذاك اخوي لكن انت زوجي. الزوج بدل زوج لك الاخو اللي مالي. صبري لا تلعبي بنات. والله حرام لهلا محسسين البنت انه نحن مطنشين عيد ميلاد اختاري. لازم نظل على اتفاقنا ونفاجئها. المفروض اصلا ما نحسسها بولا شيء نهائيا. وبعدين احلى ما في اعياد الميلاد المفاجآت. بنات انتوا للحين ما نمتوا؟ انا بروح انام. بكير لولو حياتي. والله كثير بكير لسه. انزلي انزلي قعدي بالصالون وتفرجي على التلفزيون. طالع فيلم هندي بشل شاروخ خان. بس انا مو خاطره اتابع فيلم هندي. بنات اليوم تاريخ شنو؟ والله انا وحده لا تساليني عن التواريخ. متى ما نزل الراتب اعرف ان اليوم اول الشهر. من افنس يعني اخر الشهر. وانا بعد نفسها ما حفظ تواريخ. انا بقى لا اول الشهر ولا اخر الشهر. انا حبيبتي بحاسب اسبوعي اسبوعي مو شهر. ما بقدر اصلا. بعدين هي مدام شيماء ما بتنضمن بصراحه. بس انا اتوقع ان اليوم 3rd of 8. بنات ومو اتصلوا بمحل القطو. خليه اجل جيبة القطو شوي. لا خليه على موعده احسن.
لا حبيبتي انا ويرلا خلينا ناخر بس ساعه. وزعي وزعي الورق، انا ما احب انكم تاخرون الموعد لا نص ساعه ولا ساعه، راح تاخر الوقت وايد. ايش فيكم حبايبي؟ اصلا باكر اجازه وما ورانا شيء، شو فيها اذا اخرنا ساعه؟ انت نسيتي شيء مهم، ان الاء مولوده الساعه 1 الصبح. اذا خلونا عم نلعب الى الواحدة صباحا. تفضل ليبو ليبوتين. يلا هلا يما هلا. انت شو اخبارك؟ شو اخبار صحتك؟ انا الحمد لله بخير، لا تحاتيني، تسلمي لي الغاليه. اي يما اي لا تحاتيني، انا احتفلت مع صديقاتي بعيد ميلادي، مساكين هما ما قصروا، هداهم حوالي. اعطيني اعطيني كلمه. هلا يبا شو اخبارك؟ شو اخبار صحتك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. مشكور يبا، تسلم لي الغالي، تحمل بامي. يلا مع السلامه. يلا لعبي اونو. لعبي اربعة دوتش. يلي ما تستحون رفيجتكم اليوم عيد ميلاده وانتو تلعبون اونو. شيخو روحي نامي ولا تخربين الطبخه زين. الطبخه؟ شنو اليوم طبخين يا لنجي؟ يا لنجي وسمبوسك وتبوله، وضبي لسانك بحلقك وحلقي من هون. يلا لشوف. انا مو فاهمه ايش قصدكم. هي مو قصدها شيء، يلا بسرعه روحي نامي. انا مو نعسانه، ناطره الكيكه علشان احتفل ويا لولو بعيد ميلادها. شيخو اياني وياك تحتفلين معاها، او تفكرين تخليها تحتفل بعيد ميلادها؟ ها بعد تبون تحرمون البنيه تسوي عيد ميلادها وتحتفل فيه يا الظالمين القاسيين. لا يا طمه، احنا اصلا نبي. لا 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 خوله حبيبتي لا تتكلمين قدامها، هذه لسانها مفلوت يبالها الربط، اصلا تخرب كل السالفه. سكتي. انا اذا ما فهمتوني ايش الموضوع تراني بروح وبخرب عليكم كل شيء. ممكن اطلب منك طلب؟ طلبي حبيبتي. شفيش ايش رايك ناجل الاحتفال بعيد ميلادك بكره، ولا اقول لك الاسبوع الجاي احسن؟ الاسبوع الجاي ليش؟ لان انا بصراحه الحين وايد نعسانه وايد تعبانه واحس ان فيني نومه عميقه، فقلت يعني لما اقوم من النوم ناكل الكيكه ونحتفل. خلاص حبيبتي ليش للاسبوع الجاي، خلينا ناجل السنه الجايه احسن. سبحان الله والله انت حبتين تعرفين تقرين افكاري عدل. انا كنت بقول لك ايش رايك نحتفل بعيد ميلادك مع احتفالنا في تخرجك من الجامعه ونسوي حفله واحده. لان ابو الاقتصاد اللي عندك يعني انت بتكونين احسن من الموجودين فوق. لكن يلا من وين بتجيبونها؟ لكن ما علي انا براويكم، العين بالعين والسن بالسن، لكن انا من يوم رايح ما راح افتكر بوحده فيكم. يا ربي هذا ثاني عيني راقد عليهم مخليني كذي مسهر وانا تعبانه بس ما شاي عندك يا حرمة؟ خليني أنام، صدعتيني تراك. والله ما عندك دمي، ليش أصدعك؟ مصدعيني أنا هني لين يا سبحة وطيني. ليش ما تنامين زيتي؟ ليش اللي ما خليك تنامين؟ ما أقدر أنام خيفان. الله يخليك، قوم قوم لس معاي، سر معاي، شوفهم قابلهم. أخاف أنا بروحي، ما لازم بعدين أنت يعني تروح الدوام باكر، ما لازم تتكس. لس معاي سر. كيف ما تتكس؟ وضيع أجرة يوم ما حشتوي مهما تكس. أنت ما يحاتي البيسة، أنا بعوضك، أنا بعطيك كم تبغى، بس يلس معي لا تروح عني. حيل خلي أخوك سعيد يسهر معك تعتزين فيه، معذبت النيرة. أي بس ما في كل حالات الأخوة يعني يساعدوا وممكن يحموا. أنت زوجي مفروض تحميني أنا على عظمتك. يا
تنطيني بتقتليني علامك شلون الله يهديك؟ أزنطك بنفس ولا يزنطك الين بعنف؟ اصبر شوي طيحيني من ده؟ من ده الباب؟ عليك هاي دي داشتي ايش اللي يا بني؟ لين يا بني لين من بي بغير عفاري عشب ليكون متعلق متشبر فيها حد من ولادهم ولا شيء لابسنها يا بنت الناس عين اي عفاريت ايش اللي يجيبه من وقت؟ يجيب هذا وقتهم هالدين ماله مال وقت نصايف اللي يا ريبي شو اسمعوا الناس خته ونايمه الله يعيني على عقلك الله يعيني بس لك يا بنات هلا نحن مو قلنا لنا شيخة بعد آلاء عن الحوش كيف هلا بدنا ناخذ الجيتو من الدليفري من دون ما تحس كيفكم تصرفوا عاد انا قلت لكم لا تدخلون شيخه بالموضوع شو نسوي اهي اللي فرضت نفسها علينا غصب الحين دوروا الحل شو نسوي عشان ما تخرب علينا المفاجاه ما في غير حل واحد انزل افعصا قتلي هلا كسرها فيها هي انا سو وندر وومن عقلك الخيالي سكرينا بحل واقعي للموضوع ومين قال لك هذا مو واقعي هذا واقعي وبحقه حي نازله افعصا قتلي عن جد كسرها لا حبيبتي أنا عندي حل، شو رايكم نصفر لها من فوق؟ يلا أنت تعرفين تصفرين، صفري لها. لا يا ذكية، عساس إذا صفرتي ما رح تسمعك آلاء. بس عندي الحل. شو؟ ندق على خالي حمدان يشغلها عنا شوي، شو رايكم؟ برافو عليكي، يلا دقي له. خالي حمدان كم؟ أقول حمدان، مو رايك ذا الجو الشاعري الحلو الجميل، الليلة قمرية تبارك الرحمن، قول شعر، قول شيء، تغزل، علامة كريم هنهن برطم. أنا مبرطم لأني حاسب تعاسة وقرف طبعاً أنا حاسة تبك من ذيك الساعة مضايق عدنك يا أرز مقابل حرمتك لو الود ودك تروح هناك تشقح القدار وتجلس معهن أعرفك هن اللي ما أخذت عقلك طبعاً على أوه والأملوه والرولي والخولة هن اللي يبر راسك أما زوجتك لا تبى تشرد عنها ما تباها أعرفك زين لحظة زين لحظة برد وبعدين بجاوبك من يتصل فيك تو؟ أعرف أنا إيش جراني كل شيء تعرف أنت نعم ألو خالي خالي حمدان حبيبي الله يخليك شوف لنا حل مشكلتنا مع شيخو ترى إحنا مسوين مفاجأة حق آلاء عشان عيد ميلادها وإذا شيخو ما طلعت وغابت عن البيت ساعة كاملة بتخرب لنا الشغل كله وبتخرب المفاجأة الرقم غلط 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 أوكي هات عشان ما حد يكرر ويتصل فيك قلنا ليش الرقم غلط علامك دي شكاكة ايش هاي معك اشوفك انا بعد ترى عارف اقول في ديتك لا اله الا الله محمد رسول الله ايش الحالة هاي معك انت قلنا ليش الرقم غلط ما حد ما بهمة زي يلا مسامحتنك اقول حمدان تتذكر متى عيد زواجنا والله ما اتذكر ناس روحي ما حاس اني متزوج لا انا متزوج انا بحسسك وانا بذكرك احنا متزوجين عاد لنا سنتين وشهرين واسبوعين ويومين وحبتين وممكن تصير حبه وحده سكر الخط بوجهي قول لي رقم غلط العمى وليش لحتى يسكر التليفون بهالشيء ما يبي له مخ هذا زوينه يمه واذا بطيخه جنبه يعني بيقوم يسكر التليفون بوشنا بلكي في شيء ضروري طبعا بيسكر الخط بوجهي لانه زوينه اذا كانت يمه اكيد كاتمه على النفس وما يقدر يتنفس وما يقدر يتكلم ولا يقدر يسوي اي شيء بليز اتصلي مره ثانيه ما بيرد علي امبلى انا متاكده انه بيرد عليك ولما بيرد قاعد يصيح ويقول لي في حرامي في الفيلا اي فيلم خايس معفن شايفتنا قبل لا تقولي لي هالكلام فيلم هندي صوت البنت مترجم بالعربي نفس صوتك يا خفه مشان الله هلا لا قلنا حل بدنا نكمل المخطط قبل ما تكتشفوا الاء اقول لك يمكن راحوا تاكدي خرب ايدك من حالك يا شيخه والله لو اني تحت امسكها هيك واخنق وخلص منا خوله مو شيخه انا اشوفك الليل الحين قاعده مع اساس انك تعبانه تبين تنامين لا لا انا اصلا فكرت بيني وبين نفسي وقلت ما يصير اروح انام وافوت على روحي الكيكه فقلت اقعد احتفل وياك ايش رايك تطلبين لنا تشيز كيك بدال الكيك العادي لان الكيك العادي ناشف وما ينبلع بسرعه اما التشيز كيك حلو وكله جبن ويذوب على طول في الحلج وتحت بسكوت وفوق بلو بيري حبتين حلو بس انا اخذت بنصيحتك وكنسلت عيد ميلادي ليه حفلة التخرج وانت بس ما صدقتي خبر انا كنت اتغشمر وياك برافو عليكي هيك هلا بتجي بتفكرني نايمه وبس تنخمد تنام بنروح نكمل شغلنا
هذه احسن فكره سويتيها. انزين الحين خلوا الفكره، ما في وقت، خلونا نروح نخلص الموضوع بسرعه. يلا تعالوا. تاخر الوقت. تأخرتي ولا جيتي احتفلتي على الموعد. شو تأخر الوقت والناس، الناس كلهم قاعدين، ما حد ينام الحين. قاعدي بروحش حبيبتي، انا بروح انام. ادري صدق ما تبين تسوي لنا حفلة عيد ميلاد، ما بتجيب لنا تشيز كيك؟ نايمة هالمقرودة. وانتي يلا روحي نامي. انا بقعد وياك. تصبحين على خير، روحي نامي. لا حبيبتي انا بقعد وياك، بقول لك قصه مشوقه، قصه تايم وناسه حبتين. مشكوره حبيبتي، انا ما ابي قصه تايم ولا ابي حبتين، لان انا عندي صداع تايم. لا ما يصير كذي الاوامر. لك سمعتوا ما صوت الرقي؟ يخرب بيته من حاله، فوقنا التعطيل اللي عطلتنا اياها، وفوق قاعده رح تبلع لسانها. ولا سكتي خلينا نسمع السالفه. وانتوا الاثنتين ايش فيش حبيبتي؟ انت قلتي لي هذه اوامر. اوامر مين؟ اوامر؟ انا ما قلت اوامر، انا قصدي انت تامرين تدللين. قولي لي انت شو تبين؟ حبيبتي الكلام ما تغير، ايش قصتي بسالفة الأوامر؟ لولو أنا قصدي إن أنا اليوم عقلي وقلبي وتفكيري وأحاسيسي كلها معاك، وراح أكون معاك وأعيش معاك هذه المناسبة السعيدة، وما بخليك بروحك. فديتك وفديت قلبك وتفكيرك حبيبتي. شوفي أنا اليوم طبعاً أنت تعرفين صديقتي ثقيلة الدم، اليوم ما بيها تنام، أبيك تغني لي وتسوين لي طرف في الحجرة ونزعجها. بتي انت بينا نسوي طرب؟ ايه جلسة طرب. ايه يلا اغني. يلا عاشو. طرب 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 طرب. غني لي طماطة الحمراء غنيتك هاي. مو طماطة الحمراء، اسمها البندور الحمراء. ما طحلم بطاح. يلا يلا. انا الطماطة الحمراء ومزروعة بين الغمرة. هلا هلا هلا. انا الطماطة الحمراء مزروعة بين الغمرة. خلينا نروح نجهز حق الحفلة احسن. صوت النووي هذا ايش فيها قاعده تغني؟ ما هو ولا شيء، بدها تفيق الجيران بس. احسن احسن خليني خالي حمضان وكوفيها بالخزان على ظهرها بالرسول ويجيب معه زوين الشينا. لا حبيبتي انا طالعه. لا 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 رولا لا تروحين، وانت انكشف خططنا كلها وبعدين تعرفون الزاويه. خلوا جيني خليها على راحتها. لي اثنين هردي هذا تغريد، هذا النشاز بعينه وعلمه. والله أذني يوجعوني، أنا طالعة سكتها لما تذكي. يا رولا يا حبيبتي لا تروحين، بعدين تكشف السالفة. خلينا نشوف الحين، إحنا لازم نجهز حق الموضوع الساعة كم عندكم؟ فرجينا رح تصير عشرة. أنا رايحة أستنى تبع الدليفري برا على الشباك، صار وقت. بنات وصل القطو. يلا يبي حطي بالنص. أنا رايحة أجهز باقي الأكل. يلا صبحوا ليدي ساندريلي ساندريلي ساندريلي. بكتاتي بالنظف أمي ما تستريحي، كل يوم بيندهونها ويقولولها شيخو. والله ما معقولة هذه كلها الإزعاج ببراضتك عيد. هذي مسترخية على صوتي، صوتي الجميل مسوي استرخاء، عبالهم حاطين لها سي دي أم كلثوم على فيروزيات. أنا صوتي شذي صح؟ لولو صوتي شذي صح؟ شيخو تتكلميني؟ ايه شيخو أنا صرت صبخة ما أسمعك بسبتك. غبية غبية عطب قطن قطن بدونك قطن عطب
انهم يساعدوني. هذا اللي ما فيها غير معنى احساس. روحي قاعديها وقولي لها، قولي لها انا رفيجتها اللي ما فيها خير، مو طالبه منها شيء، انا اللي مشاركت في الغرفه ونشارك بعض بالمناسبات والحفلات ومشارك بعض بالاجار، مو طالبه منها ان هي تتذكر حفله عيد ميلادي وشاركني فيه. تدرين بقعد لها. يخرب بيتك. الو حبيبتي تعالي شوي ساعديني بشغله ضروريه كثير كثير. الله يوفقك. قومي امشي يلا تنادي علينا امشي. مو برايحه لا خلي تولي، خلي تولي امشي. الو يا لولو. عايشة معاهم وناكل ونشرب ونطلع مع بعض، معقولة ينسون هذا اليوم؟ بس المفاجأة هذه خلتني أحس إن أنا فعلاً مو بعيد عن أهلي. أنتِ مو صاحية، معقولة يعني إحنا بطوفنا هالسالفة وننسى عيد ميلادك؟ وننسى أحلى وحدة بيننا؟ بس نحن حبينا نعمل لك إياها سربرايز. وأحلى مفاجأة هذه. يلا لولو خلينا نقص الكيكة. بس همت بطنك؟ تمني أمنية. نم عيونك. بديتكم بنات لازم أمنيات ولا؟ إيه اصبحي قولي أبيض زواج.